السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناة سيمونولوجي التي تهتم بكل ما هو تقني ومعلوماتي. اليوم إن شاء الله سوف أريكم كيفية الدخول إلى حسابكم أدسنس. بالنسبة للناس التي لديها قنوات أو لديها مدونات أو لديها ألعاب ويعني تشتغل بحساب أدسنس، هناك ناس يعني لا يعرفون كيفية الدخول إلى حساباتهم الأدسنس ويواجهون العديد من المشاكل. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أحل لكم كل مشاكلكم المتعلقة بالدخول إلى حسابكم الأدسنس. أول شيء ندخل إليه هو متصفح، سواء كان لديك جوجل كروم أو فايرفوكس أو أي متصفح نفس الطريقة. أوكي، سوف ندخل الآن إلى جوجل كروم بهذا الشكل. أوكي، أول شيء والذي يجب أن نتأكد منه هو الإيميل. الإيميل مفتوح في المتصفح يجب أن يكون إيميل قناتنا. بالنسبة لي هنا هذا الإيميل ليس هو إيميل قناتي، كيف نغيره؟ ليس مثل اليوتيوب، هنا الطريقة تختلف. أوكي، كيف نضغط على بروفايل بهذا الشكل؟ أوكي، هذا هو إيميل، يجب أن نسجل خروج من هذا الإيميل، يجب أن نخرج من هذا الإيميل وندخل بإيميل قناتنا. كيف ذلك؟ نضغط على الإيميل، ننزل تحت، نضغط على تسجيل الخروج وإيقاف المزمن، ثم نضغط متابعة. أوكي، الآن خرجنا من الإيميل كما تلاحظون هنا لا يوجد أي إيميل. كيف نسجل دخول بإيميل قناتنا؟ نضغط هنا ثم نجد الإيميل الذي كان مسجلا للدخول فيه قبل أن نخرج منه، ثم نضغط هذا السهم الصغير سوف يعطينا جميع الإيميلات الموجودة على قناتي على هاتفنا. نضغط على إيميل القناة بهذا الشكل، ثم نضغط نعم أوافق، ثم نضغط هنا في الخيار الثاني الذي اخترت فيه الإيميل الخاص بقناتي بهذا الشكل، ثم نضغط متابعة. الآن كما حدثنا معي هنا لقد سجلت دخول بإيميل قناتي. أوكي، نضغط هذا العودة هنا، لاحظوا معي هنا بروفيل قناتي ليس البروفيل الأول الذي كان. هذه هي طريقة تغيير الحساب في جوجل كروم. هذا هو المشكل الأول الذي يعاني منه العديد من الناس حينما يحاولون الدخول إلى الأدسنس الخاص بهم. أوكي، أظن أن هذا الجزء الأول من الفيديو مفهوم. أوكي، الآن كيف ندخل إلى الأدسنس؟ نتوجه إلى محرك البحث ثم نكتب AdSense بهذا الشكل. أوكي، نبحث عن AdSense. أوكي، دائما تبحثون عن هذه الكلمة كسب الأرباح باستخدام ميزة تحقيق ربح. هذا هو يعني من هنا يمكننا الدخول إلى AdSense الخاص بنا. لا تدخلوا من هذا تسجيل الدخول متابع AdSense، لا، هنا ستجدون مشكل ولن تدخلوا. يجب الضغط على هذه كسب الأرباح باستخدام ميزة تحقيق الربح من المواقع الإلكترونية، نضغط عليها. أوكي، هنا أيضا سنجد مشكل آخر سوف أشرح لكم. عندما تدخلون إلى هذه الصفحة يعني لا تظهر لكم هنا تسجيل الدخول. لدينا طريقتين، الطريقة الأولى هي الضغط على هذه الثلاث شرائط والدخول، هاي الدخول هنا تسجيل الدخول، نضغط تسجيل الدخول وندخل. هناك طريقة أخرى، نضغط على هذه الثلاث نقاط بهذا الشكل، ثم نضغط على سطح المكتب. لاحظ معي ظهرت لي تسجيل الدخول هنا، يعني سواء الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية كلاهما صحيح. ثم نضغط على تسجيل الدخول بهذا الشكل، لاحظ معي قد دخلت الأدسنس الخاص بي بسهولة كما يعني شرحت لكم في الأول، ودخلت إليه بكل سهولة. أيضا هناك يعني مشكل آخر يعاني منه الناس. أوكي، نضغط هنا على الثلاث شرائط ونضغط على الدفعات بهذا الشكل، ثم نضغط على معلومات الدفع. سأريكم المشكل الآخر الذي يعاني منه حتى إذا دخلوا الأدسنس الخاص بهم
لا يعني هنا يجدون أدسنس مغربي بهذا الشكل. هذه يعني تجد هنا صفر، يعني هنا تجد صفر في الأرباح، ولا يعني لا تجد أرباح. ماذا نفعل؟ نضغط على هذا الأدسنس مغرب بهذا الشكل، ثم نختار يوتيوب المغرب. هنا لاحظوا معي، لقد ظهرت لدينا يعني ظهر لدينا الرصيد الخاص بنا، ويعني شوف ظهرت لنا الأرباح، لأن الأدسنس المغرب فقط للناس التي لديها مدونات. الناس التي لديها مدونات يظهر لها أدسنس مغرب في ذلك المكان، لكن الناس التي يعني لديها قنوات يجب أن تختار يوتيوب مغرب لكي يظهر لها الرصيد في هذا المكان. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. شكرا لكم على متابعتي، يعني وشكرا للناس التي يعني ظلت لغاية هذه الدقيقة. أتمنى أن يكون الشرح وافي وكافي للناس التي لديها إشكاليات في كيفية الدخول إلى الأدسنس الخاص بها، وكيفية يعني رؤية رصيدها وما إلى ذلك، وكيفية تحويل الإيميل في جوجل كروم في متصفح لكي يعني تفتح الأدسنس. وبالنسبة فقط هناك نقطة نسيت أن أشرحها في الفيديو، بالنسبة لهذه الطريقة لتحويل الإيميل في جوجل كروم، هي تصلح أيضا للناس التي تريد الدخول إلى قنواتها، إلى استوديو يوتيوب الخاص بقنواتها من جوجل كروم. يعني عندما تدخل إلى جوجل كروم ولا تجد الإيميل الخاص بقناتك في جوجل كروم، تقوم بتغيير الإيميل إلى إيميل قناتك، ويعني عندما يفتح الإيميل قناتك في جوجل كروم تكتب تسجيل دخول يوتيوب في البحث وتدخل إليها، وعندما تعطيك الصفحة تضغط على بروفيل القناة وتضغط على استوديو منشئ المحتوى، وسوف تدخل إلى قناتك في جوجل كروم. لكن يجب أن يكون إيميلك مفتوح أيضا في تطبيق استوديو يوتيوب كي لا تعاني من مشكلة أخرى. يعني إذا أردت أن تطبق هذه الطريقة، يجب أن تفتح أولا إيميل قناتك في استوديو يوتيوب، وبعدها تفتح إيميل قناتك في جوجل كروم كي لا يعني كي تدخل معك يعني كي تدخل إلى حسابك بدون مشاكل. شكرا لكم على متابعتكم، أتمنى أن تدعموني بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وشكرا دائما للتعليقات الجميلة التي أجدها في القناة التي تحفزني وتحثني على يعني وضع العديد من الفيديوهات التي تفيدكم في قنواتكم وفي حساباتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.